تمام اوكي، نيجي للبيولوجيكال ويث. البيولوجيكال ويث هو عباره ناتشر ديستانس، تحت تيجي تحت وين؟ تحت السالكاس، تحت الجينجيفال سالكاس، بتضلها ماشيه لوين؟ للتوب بتاع الالفيولار بون كريست. هو بتكون اذا متذكرين بالاورال هيستولوجي زي ما اخذنا من الجانكشنال ايبيثيليوم والكونكتيف تيشو الموجود تحتيه فوق الالفيولار كريست. اوكي، شو أهميته البيولوجيكال ويث؟ هو عبارة عن ناتشورال سيل، تمام، يحمي لي الإيش؟ التشو اللي تحت الموجود عند البون وعند البيولوجيكال ليجمنت من البكتيريال بنتريشن أو انفلتريشن انسايد ذيس أريا. فإذا وظيفته هو يحمي لي البون والبيولوجيكال ليجمنت اللي تحته من البكتيريا، وكمان حافظ لي على صحة البريدون تبعه. طيب هلا المارجنز بتاعت الريستوريشن، يعني عشان تشوفوا هاي السالكس عندي انا، اوكي هذا هاي السالكس عندي انا. الريستوريشن المارجنز تبعتها مثلا زي في كلاس 2 او بدي اعمل بريبريشن لكراون، اذا كانت جوا السالكس 1 ملي او اكثر، شو راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا مع الوقت انفلاميشن، وراح يصير عندنا بليدنج وهايبربليزيا وجنجيفال ريسيشن للجنجيفا. فبالتالي المارجن بتاعت البريبريشن عندنا لازم دائما تكون ايش؟ سوبرا جنجيفال، يعني قدر الامكان او ايكو جنجيفال بنسميها، مساويه لمستوى السلكس او فوق السلكس. كل ما حافظت على منطقه السلكس انها ما تكونش حدود الريستوريشن تبعتي واصله لعندها، انا بعمل هون مالي اعمل بروتكشن معناته للجنجيفا وللبيريودنتم. فلذلك اهم نقطه اني امنع اللي هو الانفيدنج تاع البيولوجيكال ويث بالبريبريشن تبعي وبالريستوريشن تبعي. هلا زمان ليش كانوا ينزلوا تحت السلكف؟ اساس كنوع من انواع الاستاتيك، يعني جماليا. هلا اكثر منطقه بتبين بين الريستوريشن والسن، او اكثر منطقه هي بتكون بتاثر على الشكل الاستاتيك تاع الريستوريشن، هي الانترفيرنس اللي بتوين ذم. هلا ليش الانترفيرنس بتوين ذم؟ لانه انعكاس الضوء على الريستوريشن بيفرق عن انعكاس الضوء على السن، فبالتالي هذا الفرق بتلاحظه كلاين موجود عند الريستوريشن والسن، هذا عند الانترفيرنس. فعشان يخفوا هذا اللاين الانترفيرنس كانوا يحطوا الايش؟ الفينيشنج لاين تاع البريبريشن عندنا وين؟ تحت السلكس. بس هذا الحكي زي ما حكينا راح يؤدي الى انفلاميشن وهايبر بليزيا وبليدنج وريسيشن في الجنجيفا. هلا مع تطور الدنتستري وصار عندنا احنا استخدامنا لها هايلي استاتيك ماتيريالز مثل الكومبوزيت والسيراميك الزيركون الايماكس، صار هذا الحكي نو نيد اني انا اعمل بنتريشن للسلكس وبالتالي للبيولوجيكال ويت. تمام، برضو لما احنا نفتح برضو زي كلاس 2 هون، اهم من اهم الوظائف عندنا انه نحمي احنا الجين الامبريجر طبعا والانتردنتال بابيلا عن طريق اني استخدم الودن ويدجز، تمام، هي هاي الويدجز الخشبيه، تمام، عشان لما اجي انا افتح كلاس 2 اكون لما اعمل الكت الهورزنت الفيرتيكال كت هون والفيرتيكال بوكس هون سلوت عشان البير وانا نازل فيه بدي اعمل احضر الجنجيفال وول او الجنجيفال فلور، بالتالي انا بكون حامي الانتردنتال بابيلا. هاي في عندنا احنا سبيسيفيك انسترومنتس عشان تحمي البابيل عشان تحمي الجنجيفا اثناء البريبريشن. في زي شيء بنسميه ريتراكشن كورد، هذا عباره عن خيط، تمام، بيكون بيحتوي مرات في شركات بتحط فيه زي الابنفرين او الادرينالين. ليش؟ على اساس يعمل لنا افكت زي فازو كونستريكتن افكت، يعني عشان ما يصيرش عندنا في بليدنج اثناء الريستوريشن. يعني وجود الادرينالين او الابنفرين في هذا الكورد يعني بسبب لنا الفازو كونستريكشن للاوعيه الدمويه الموجوده هون، فبالتالي بقلل لنا احتماليه البليدنج اثناء عمل الريستوريشن او الامبريشن. في كمان انسترومنت مثل انسترومنت بيقدر تستخدمها انت كجنجيفال ريتراكشن اثناء التوث بريبريشن جنب الجنجيف. طيب هيك احنا بنكون خلصنا كل البيولوجيكال برنسبلز. هلا بدنا ننتقل للميكانيكال برنسبلز. من اسمها ميكانيكال برنسبلز، هي بتكون معنيه في ايش؟ في الفورسز اللي جاي على الريستوريشن وعلى
ريمينينج فورس ستراكشر. هلا هاي الفورس اللي بتكون نازله على السن اللي هو الريستور، يعني اللي فيه ريستوريشن، تمام. هاي الفورس ترانسميتد ثرو انترفيس بتوين الريستوريشن وبتوين السن. هلا اذا متذكرين حكينا في النون اديزيف ريستوريشن زي الامالجام في الدرس السابق، تمام. هلا الريستوريتيف ماتيريال والتوث ستراكشر في النون اديزيف زي الامالجام act as independent structures، يعني ايش؟ يعني بيشتغلوا زي كانهم جزئين او تركيبتين مختلفات عن بعض، مش one unit زي الادهيزف زي الكومبوزيت، تمام. فبالتالي انت لما تيجي تعمل كافيتي للنون ادهيزف للامالجام لازم حكينا نعمل اللي هو السبيسيفيك شيب، اللي هو تكون ماخذ في عين الاعتبار كل البرنسبلز اللي اخذناهم في التوث بريباريشن، لانه احتماليه الفراكشر راح تكون ايش؟ عاليه، او الديسبيسمنت، تمام. طيب هلا الميكانيكال برنسبلز شو ما يعني ليش هدفها؟ يعني شو هدفها؟ انا ليش انا لازم اكون ماخذها بعين الاعتبار؟ عشان تمنع لي اللي هو الفراكشر او الديسبيسمنت للريستوريشن، وعشان تطول لي عمر الريستوريشن قدر الامكان. لذلك احنا مهم لنا لما احنا نعمل ريستوريشن انك تحلل الادهيزف كاباسيتي بتاعت الريستوريشن زي الكومبوزيت، لانه الكومبوزيت هو ادهيزف ماتيريال، بينما الامالجام نان ادهيزف ماتيريال. وكمان تعرف الفيزيكال بروبرتيز بتاعت التيشوز الموجوده عندك زي الانامل والدنتين، والفيزيكال بروبرتيز بتاعت الكومبوزيت او الامالجام، تمام. ولازم تكون برضه انت عارف التوث بريبريشن اللي انت عاملها تكون ماشي على كل خصائص والفورمات اللي زي الريزيستنس والريتنشن والكونفينينس والانيشال اوت لاين فورم، هذول لازم تكون ماخذهم انت في عين الاعتبار أثناء البريبريشن عشان تطول عمر الريستوريشن، عشان تمنع الفراكتشر والديسبليسمنت للريستوريشن أو لسه. طيب هلا بما انه ميكانيكال يعني في معناته فورس حكينا، هلا هاي الفورس من وين بتيجي بتاعت الماستيكيشن؟ مصدر الفورس هو المسلز، الماستيكاتوري مسلز زي الماسيتر زي التيمبوراليس مسل، تمام. هلا هاي المسلز هي مصدر المحرك، هي القوه الأساسية بتاعت الماستيكيشن. هاي الفورس اللي بتبلش عندنا من المسلز بتنتقل للأسنان عن طريق أول إشي، ما هو المسلز بتكون عايش الانسيرشن تبعها وين؟ في البون، في الألفيولار بون، والبون بينتقل للسن عن طريق إيش هاي الفورس؟ بتنتقل عن طريق البريدنتال ليجامنت. فبالتالي لما تنتقل للأسنان بصير بين المانديبل والماكسيلا في عندنا اللي هي الماستيكيشن فورس، تمام؟ هلا The response of the tooth is determined not only by the magnitude of the force, but also by the nature and the position of the contact surfaces. يعني استجابة السن لهاي القوة اللي جاي، تمام، ما بتعتمد بس على حجم القوة، بتعتمد برضه على طبيعة والبوزيشن بتاعت الكونتاكت سيرفيسز، يعني عند الصلب عند الجروف بيختلف عند الكسب، بيختلف عنه عند المارجنال ريدج، بيختلف عند بوزيشن السن سواء كان انتيريور او بوستيريور. يعني انت منطقيا الفورس بدها تكون اعلى وين؟ عند الكاسب تيب، تمام؟ وممكن تكون اعلى وين كمان؟ عند المارجنال ريدج، وفي الانتيريور غير عن البوستيريور، في البوستيريور بتلاقي الفورس اقوى من الانتيريور اريا. وهم نحكي لك انه الفورسز اون انكلاين بلانز لايك ذوز بتوين ذا كاسبال انكلاينز اوف ذا مانديبولار اند ماكسيلار بريمولارز ديكومبوز ريزلتنج ان ا هوريزونتال كومبوننت كوزينج ذا ويدج افكت. هلا شو هذا الويدج افكت؟ انت شو هون قصده؟ انه عندك انت في اوكلوجن بتوين الابر واللور، بتوين الماكسيلار بريمولار والمانديبولار بريمولار. هلا هاي الفورس اللي نازله، تمام، بتكون اكزيال فورس. هاي الفورس اللي نازله هذول انكلاين بلانز، هذول الكسب هو انكلاين بلانز يعني مستويات مائله، تمام، كسبات مستويات مائله. هلا هاي الفورس ايش اللي جاي اكزيالي، تمام، او جاي هوريزونتالي، سوري فيرتيكالي، تمام. هاي الفورس راح تتحلل، يعني كيف راح تتحلل؟ راح تنقسم ل ايش؟ لاترال فورسز. هاي الفورس هذا التحلل للفورس اللي جاي من الانكلاينز هذول راح يتحلل لاترالي، هذا التحلل بنسميه ايش؟ الويدج افكت، تمام. هلا هذا الويدج افكت ممكن تسبب لنا ايش؟
fracture او displacement للتوث structure او restoration اعتمادا على الريزيستنس تبعي. فيعني لما يكون عندنا قصب ضعيف نتيجه وجود كيرز او نتيجه وجود large restoration، هذا ممكن يكون معرض وقتها لايش؟ للفراكتشر. فهمتوا شو هي الويدج افكت دكاتره؟ هذا مش فاهمها؟ يعني هي الفورس اللي بتنزل على الانكلاين بلان، تمام؟ راح ايش تصير فيها؟ تتحلل ل lateral ايش؟ forces. هذا هو بنسميه الويدج افكت. تمام. هون بحكي لك it is possible sometimes to see the consequences of the wedge effect in large MOD non adhesive metal fluctuation. اكثر شيء بنشوف تقدر تشوف هذا الويدج افكت وين؟ في الـ MOD كافيتي لما تكون عامل انت ايش؟ امالجام ريستوريشن. هلا هاي بقول لك هون انه الاوكلوزال لودز، تمام، اللي نازله على السن او اللي نازله على الكسب راح تنتقل ايش؟ للسراوندنج وولز اللي حواليها، تمام؟ اللي نازله هاي الفورس على الكسب، تمام، او نازله على الاوكلوزال اريا، هاي الفورس كلها راح وين انت راح وين تنتقل؟ راح تنتقل للسراوندنج وولز. لما تنتقل للوولز راح يصير عندنا شيء بنسميه كاسبال ديفليكشن. شو يعني كاسبال ديفليكشن؟ يعني انت بتلاقي الكاسب فيه راح يصير فيه زي شويه ميلان. هلا هاي ممكن يؤدي لنا لايش؟ هذا ل اوبليك كراك بروجريشن فروم ذا انترنال لاين انجل تو ذا سيرفايكال اريا، وبالتالي بيؤدي لنا للفراكشر. يعني بمعنى اخر هاي الفورسز اللي جايه، هلا انت هذا تخيله ام او دي كافيتي، تمام، كروس سكشن، هاي الامالجام ريستوريشن، هاي البكال وهاي الليجوال اريا، تمام. احنا كنا نحكي لكم اذا بتتذكروا دكاتره كل اللاين انجلز الانترنال لاين انجلز لازم تكون كلها راوندد. هلا شوف هون لما تكون شارب لاين انجل شو صار وقتها؟ هاي الفورس اللي اجت الكومبرسيف لود هذا النازل، تمام، راح يسبب لنا فورسز لاترالي، هاي بنسميها تنسايل ستريسز. تنسايل ستريسز هاي اللي هي هوريزونتالي فورسز. هلا هاي راح تتركز وين؟ على هذا الوول، على الانترفيرنس بين الامالجام والتوث ستراكشر. لما تكون عندنا هون في شارب انجل شو راح تعمل لنا هاي الفورسز؟ هاي الفورسز اللي تحللت شو راح تصير؟ لاترالي الفورس تركزت وين؟ عند المنطقة اللي هي الاكيوت انجل او الشارب انجل. فبالتالي هذا راح يعمل لنا هون كراك في هاي المنطقة زي هون، هاي راح يسبب لنا كراك وبالتالي يؤدي الى الفراكشر اوف ذا كاسب. بالتالي لازم انا دائما اكون ماخذ عين الاعتبار في اللارج كافيتيز، دائما اول خيار الي يكون افضل اللي هو استخدام الكومبوزيت. واذا انا مضطر على الامالجام لا حول ولا، لازم كل الانترنال لاين انجلز تكون ايش؟ راوندد. تمام. هلا ريموفينج رينفورسنج ستراكشر ريدجز بسبب لنا شيء بنسميه كاسب الونجيشن، وبسبب لنا كمان كاسبال ديفليكشن. هلا راح اشرح لكم شو يعني هذا الحكي. هلا في السن السليم الميكانيكال هاي بتاعت الكاسب بتساوي الاناتوميكال هاي بتاعت الكاسب. هلا الاناتوميكال هاي، شو هو الاناتوميكال هاي بتاعت الكاسب؟ يعني انت تيجي تمسك هذا الاناتوميك هاي الكاسب، انت اناتوميكالي شو هو؟ عباره عن المسافه بتوين الكاسب تيب للسنترال جروف. يعني انت لما تيجي هاي الكاسب تيب، تمام، هاي السنترال جروف، تمام، البوتوم بتاع السنترال جروف هذا بنسميه ايش؟ الاناتوميكال كاسب. هذا الاناتوميكال كاسب، تمام، او الاناتوميكال هاي للكاسب. هلا لما يكون السن سليم نفس الشيء، الاناتوميك هاي هو نفسه الميكانيكال هاي، يعني هذا السن سليم فيش فيه اي كيرس، فيش فيه اي ريستوريشن، الميكانيكال هاي تاعه يساوي هذا الميكانيكال هاي تبعه، اوكي، من الكاسب تيب للبوتوم يساوي الاناتوميكال هاي، نفس الشيء الكاسب تيب للبوتوم. طيب صار عندنا ريستوريشن او صار عندنا بريبريشن، تمام، زي الام او دي بريبريشن، الميكانيكال هاي هون شو راح يصير فيه؟ راح يزيد. يعني انا بطل عندي البوتوم، لا عندي البوتوم، صار عندي من الكاسب تيب للجنجيفال فلور، فبالتالي هذا الطول زاد، فمعناته احتماليه انه يصير عندنا كاسبال ديفليكشن عاليه، فبالتالي راح يؤدي لنا احتماليه انه يصير فيه فراكتشر نسبه كثير عاليه. فهمتوا يا دكاتره؟ في حدا مش فاهم هاي النقطه؟ مهمه كثير.
تمام، ننتقل للخطوة. طيب هلا هذا الإلونجيشن ممكن يسبب لنا إيش؟ ديزاسترس إفكت، يعني مشاكل كثير كثيرة، يعني كارثية. ليش؟ لأن الريستوريشن اللي أنت راح تحطها أنت هون وقتها، إذا مش عامل بلانينج صح، راح هذا يؤدي إلى إيش؟ لفراكتشر في الكاسب أو في الريستوريشن. فبالتالي أنا هون حل الوحيد مثلا، أو عندي تو سوليوشنز لهذا الشيء، انا لما اشوف انا لارج كافيتي زي هيك ومعرض هاي الوول زي فراكتشر، تمام، لانه صار الونجيشن تو ماتش للميكانيكال هايت على الكسب ومعرض للفراكتشر، انا هون ما باجي بستخدم امالجام فيرست تشويس، بصير بستخدم ايش؟ الكومبوزيت ريستوريشن. او اذا انا مضطر اني استخدم امالجام، تمام، وقتها راح اعمل ريدكشن للكسب المعرض للفراكشر، وبعض الوقت زي هون نعمل اللي هو زي الاون لاي او زي الاوفر لاي في الامالجام ريستوريشن، اني راح اشيل الكسب المعرض للفراكشر وبعمله ريستوريشن في الامالجام. هون رسم توضيحي بس للفورسز الموجوده، الكومبرسيف هون الكومبرسيف فورسز بشكل A، بشكل B اللي هي التنسايل فورس، تمام، وسي اللي هي الشير فورس، بس انه هذا فيزيكس، يعني انه تفهموا كيف اتجاه الفورسز بتصير. طيب ما فهمت ايش يعني نعمل ريدكشن للكاست. يعني انت يعني هذا الكسب اللي هون، انا هذا الكسب مثلا تطلعش على الرسم، انا هذا الكسب انا عندي صار الونجيشن فيه، صح؟ ميكانيكال هاي، ميكانيكال تبعه صير طويل. هلا لما الميكانيكال هاي تصير طويل معناته معرض للفراكتشر، صار اوكي ديفليكشن، بصير معرض صار الونجيتد، صار فيه ايش؟ ديفليكشن، وبالتالي صار فيه فراكشن. انا هذا الكسب، تمام، بما انه اذا بدي استخدم الخيار الاول حكيت انك تعمل كومبوزيت ريستوريشن، لان قلت لكم الكومبوزيت اكت از وان يونت وذ ذا توث، بينما الامالجام اكت از تو يونت، فبالتالي راح يؤدي لنا للفراكشن. عشان ما يصير فيه فراكشن بعمله زي ريدكشن، يعني بشيله الكسب، تمام، تقريبا 3 4 مللي من الكسب، زي هون انت شايفه هون، انا الكسب هذا عملت له ريدكشن، يعني اخذته زي كيف تعمل للاونلاي او للاوفرلاي، وبعمل وقتيها ايش؟ ريستوريشن في الامالجام. تمام فهمت يسلم. طيب هلا الديفورميشن كفيزيكس احنا بنحكي، هلا الديفورميشن اللي بيصير، التغير في الشكل اللي بيصير، ممكن يكون يا اما له نوعين، يا اما الاستيك يا اما بلاستيك. الاستيك من اسمه شو يعني؟ ريفرسبل، يعني هذا التغير راح يختفي مع اختلاف الفورس اللي نازل عليه او اللود اللي نازل عليه. زي انت كيف ماسك بالون، اوكي، هذا البالون تضغطه من ناحيه، تمام، راح يتغير شكله. الاستيك شيل ايدك راح يرجع لشكله الطبيعي، هذا بنسميه الالاستيك ديفورميشن. هلا النوع الثاني اللي هو ايش؟ البلاستيك ديفورميشن، يعني انه التغير اللي راح يصير في شكله راح يضله ايش؟ بيرمننت. Each restorative material as well as the enamel and the dentin has a certain capacity to undergo elastic deformation under occlusal loads, maintaining its original shape. يعني انت بتعرف انه حكينا لكم انه الامالجام وال سوري الانامل والدنتين فيهم شوية إلاستيسيتي، تمام، بس هذا لحد معين. يعني أنت لما تعمل أوكلوجن، أوكي، لما تعمل ماستيكيشن من الأوكلوجن، شكل الإنمي طبعا هذا في مايكرو، في المايكرون، يعني أنت ما بتشوفه في عينك، تمام، هذا التغير شيء بسيط جدا. فيها الانامل والدنتين فيها الاستيسيتي ديفورميشن، يعني على الماستيكيشن وعلى الاوكلوز على الفورسز لما تكون نازله عليها بصير فيها ديفورميشن، بس ايش؟ الاستيك. لما المريض او البني ادم الطبيعي يشيل هذا الفورس راح يرجع شكل الانامل والدنتين لشكله الطبيعي. However, when an inadequate restorative material is used or the capacity of the elastic deformation is exceeded, a fracture of the restorative material or the tooth structure will occur. يعني ايش بحكي لك هون؟ لما عندك يكون غير كميه غير كافيه من restorative materials، حكينا زي الامالجام، لما يكون بما انه بريتل الثيكنس تبعه اقل من 2 ملي، اوكي، او الكاباسيتي بتاعت الالاستيك ديفورميشن بتاعت الانامل او الدنتين، يعني هذا عند يعني الانامل والدنتين معهم حد معين في الالاستيسيتي، اذا زادت هاي الفورس عن هذا الحد راح يؤدي لايش؟ لفراكتشر، راح يؤدي للفراكتشر.
والستاتريك ماتيريال حكينا الامالجام زي لانه التكنس تبعها بيكون اقل من 2 ملي هتكون معرضه للفراكشر، لانه كل ما قل التكنس كل ما قلت ايش الالاستيسيتي والريزيستنس تو فراكشر. طب دكتور، كيف ممكن الانامل والدنتين تزيد الالاستيسيتي تبعتهم؟ ما بتزيد، هل لهم الاستيسيتي بحد معين؟ يعني هم فيزيكال يعني ربانيه لهم حد معين بالالاستيسيتي ما بتزيد. انا قلت اذا بتزيد الفورس عن حدهم للتحمل بصير فيهم فراكشر. اه تمام. يعني يعني انت زي تخيلي زي مسطره بلاستيك، تمام؟ ضلك تلعبي فيها لحد معين فيها الاستيسيتي ديفورميشن، شيل ايدك ترجع لحجمها الطبيعي، لما تزيدي الفورس زياده عن هذا الحد المعين شو راح تصير في هذه المسطره مثلا البلاستيك؟ شو راح يصير فيها؟ راح تصير فيها فراكشر. نفس الشيء نفس المبدا. اوكي. Other aspect to be analyzed is the material subjected to the repeated loading above a certain threshold will suffer a fatigue and microscopic cracks will occur at location of stress concentration. Those can propagate suddenly causing catastrophic failure. هون شو بيحكي لك؟ بيقول لك ان انت طبيعه الماتيريال اللي انت بتستخدمها لازم تكون فاهمها ومحللها، لانه هاي الماتيريال اللي انت بتستخدمها اللي هي الامالجام كومبوزيت بلاس انيمال زيركون بورسلين وات ايفر كله نفس الشيء عندها. هاي دائما بتكون معرضه لريبيتد لودنج. شو يعني ريبيتد لودنج؟ يعني فورسز بتضلها معادله اللي هي ايش؟ فورسز ماستيكيشن. هاي الفورسز بتضلها بشكل ريبيتد على طول العمر، تمام؟ معرضه لفورسز. هلا هاي الفورسز هاي المواد في مواد ما راح تعاني من ايش؟ شيء اسمه فتيج. هذا الفتيج شو يعني الفتيج؟ يعني انه هاي الماده من كثر إعادة الفورسز عليها بشكل ريبيتدلي راح يصير فيها إيش؟ زي مايكروسكوبيك كراكس، ويصير فيها معرضة للكسر على العمر الطويل. بالتالي أنت لازم تكون ماخذ بعين الاعتبار البوزيشن أو الانديكيشن والكونتر انديكيشن لكل ماتيريال أنت راح تستخدمها في الريستوريشن. هون بحكي لك all occlusal contact in your installation should be properly adjusted to reduce the cyclic stress increasing their longevity. هون بحكي لك شو يعني؟ يعني انت لازم انت لما تعمل preparation لما تعمل restoration تتاكد، تمام؟ من لما انت عامل new restoration جاهزه بدك تتاكد من ايش؟ من ال occlusal contact. يعني متذكرين حكينا فيه زي الارتكليتنج بيبر، تمام؟ لما انت تعمل حشوه جديده بدك تستخدم هاي الارتكليتنج بيبر وتخلي المريض يقعد بشكل laterally وبشكل vertically على كل الاتجاهات، عشان اي هاي كونتاكت اريا ممكن تؤدي لنا ايش؟ ل فراكتشر للسن، او ممكن تؤدي لنا ل فراكتشر للريستوريشن. فبالتالي عشان ازيد انا عمرها لازم البيشنت يعض ترجع الاوكلوزال بلان لمستواه الطبيعي. وبهيك بنكون دكاتره خلصنا محاضره اليوم. في اي سؤال حابين تسالوه؟ في أي شيء مش مفهوم؟ واضح دكتور. يعطيكم العافية. يعافيك.